اهلا بيك يا فندم، واهلا بقناه يقين. هي فعاليات المهرجان النهارده ده ابسط شيء من راجل محترم زي سياده النائب زين السادات، وانا بقوله سياده النائب دلوقتي وبارك له باذن الله. عيله السادات كلها عيله الحقيقه، قدمت لمصر كتير قوي، ومش غريب عليهم هذا الشكل وهذا التطوع، ان احنا كلنا بنقف قدام الارهاب. الارهاب اللي هو احنا بنتفرج عليه دلوقتي بالنسبه للعرب كلها، كل العرب تحس ان هم من منهم محتاج او مش محتاج، الناس اللي بتعمل فيهم ليه كده، الناس عايزه تستعمرهم ليه، الناس عايزه المنطقه دي ليه، وعلى راسها مصر طبعا، وهم عارفين ان مصر هي الراعيه الاولى للعرب في كل شيء، وعارفين ان مصر هي اللي بتحمي، وعارفين ان مصر هي صاحبه يوم الكرامة 73 6 اكتوبر والنصر الوحيد للعرب في حياتهم. فاحنا هنفضل ضد الارهاب كلنا، كنا شعب او جيش او شرطة، هو ده تآلف واحد، او طفل شارع، طفل ماشي في الشارع في ايده حاجة مش فاهمها او حاجة بياكلها او اي حاجة، ده هيبقى اول حائط صد بالنسبة للارهاب. الناس دي بتعمل ليه كده؟ الناس دي عايزة ايه؟ دي عملية زي ما تقول كده إرهابية مادية، بتبحث عن وجود الإسرائيليين بشكل ثابت في المنطقة العربية. إذا كان نجحوا مع أحد الدول العربية إن هم يفتتوا في وقت من الأوقات في علاقاتنا ببعض، أو بيعملوا زي ما بتقول خصومة بين العرب وبين بعض، فالعرب اعتقد ان حكامهم اذكى من كده بكتير قوي، وعارفين وضع مصر ايه على الخريطه، وضع مصر ايه بينهم، ومصر هتفضل هي الرايده، ومصر هي اللي هتجيب حقوق الناس. فبعد ما نعمل شوف الانفاق اللي ماشيه تحت الارض، الناس اللي هم بيهاجمونا دول من تحت الارض اللي احنا بندافع عنهم، وعايزين يجوا يستعمروا عندنا احنا في ارضنا، بدل ما هم مستعمرين عايزين يستعمروا. فهي الحكايه، طب انتوا بتشتكوا من ايه؟ انما القاده والاحزاب اللي هم ماسكينهم اللي بيجي لهم ملايين من الدولارات كل شهر، وكل عايزين العمليه تفضل كارير، يعني تفضل شغاله لدخل الثوابت الحاجات دي. والمظلوم دايما تمام الشعب، اذا كان الشعب الفلسطيني هو المظلوم، انما الحكام دايما هم او المسؤولين عنهم هم اصحاب هذه الافكار، هم دول اللي ودونا للطرق اللي فيها الارهاب. فتقول لي بقى اخوان، تقول لي داعش، تقول كل دي عمليه طبعا كلنا عارفين ما معنى الارهاب. تقول لي امريكا وقطر واسرائيل لا لا، هي الحكايه كلها مخدومه لكيان الوجود الاسرائيلي في المنطقه العربيه من غير ما يحصل اي ازعاج او اي حاجه. والكلام ده بيفكروا فيه من زمان قوي على فكره، يعني دول استخباراتهم ومخابراتهم ازاي يخشوا يتسللوا، ان عندهم امكانيات جامده قوي، بس يمكن ربنا ما بيسيبش، يعني انت شغال في الفساد وربنا بيحضر لك، يعني مش هتعدي كده. والشعب المصري قادر باذن الله انه يحمي شعبه ويحمي اللي حواليه كمان، وربنا يوفقنا في الخير. يعني احنا النهارده في المهرجان هنا، فعاليات هذا المهرجان التوجيه والوعي، توعيه للناس دي، انها ما يجيش اي صحفي ماسك برنامج وبيتكلم فيه يواجه زي ما هو عايز. استاذ محمود سعد واخد قناه لحسابه وماشي بيشوطها، فاكر الناس مش فاهمه حاجه، بيلعب على الاقليه الغلبانه اللي هي الوعي عندها محدود. فالناس اللي هم اصحاب البرامج اللي هي عايزه الدنيا تولع عشان انت تقعد تتفرج عليه الوعي اللي احنا بنتكلم فيه والمهرجانات اللي احنا بنعملها دي كلها هو ده للتوعيه، هي دي اهم حاجه للناس انها تفهم. انما في ناس بتعمل حاجه يعني من غير ما يتقاضوا اي حاجه، بيدفعوا عليها فلوس النهارده، وعايزين وعي للبلد، وعايزين يبقوا موجودين في البلد بشكل محترم، لان هم اصلا طول عمرهم ناس محترمين ومن بيت محترم. هنتكلم نقول ايه؟ هنتكلم نقول غير ان في ناس واخدين البلد دي لمصلحتهم او اي بلد تانية، هي الفلوس، مش هقولها لك اكتر من كده. كل واحد بيدور على اكبر دخل لنفسه، واللي يتحرق يتحرق، واللي يبوظ يبوظ، والارهاب نشتغل في شغلانه الارهاب شويه، ما هم كلهم محميين، لانهم دول بيروحوا برضو جميع البلاد اللي بتهاجمنا بيروحوا يقعدوا فيها وبيقعدوا يتكلموا معاهم، ولو حاولوا يشتغلوا معاهم ولقوا الدنيا هيروحوا يشتغلوا. فاحنا تعبنا بصراحه. فالمهرجانات اللي انت كنت تسالني في الاول ايه لازمه المهرجانات اللي احنا فيها دي، هي التوعيه للناس دي كلها، والناس ابتدت تفهم كل حاجه.
الناس من قبل 25 يناير خلاص فهمت، عشان كده نزلت، وبعد ما نزلت اتضحك عليها، وبعد ضحك عليها فاقت ورجعت تاني وفهمت. وربنا نزل لنا عمر بن الخطاب، يعني هقول لك ايه على السيسي، فتح السيسي ده عمر بن الخطاب، يعني انت فاهم قصدي ايه، انه يجي ينزل ويحس بالشعب ده ويقف الوقفه دي هو والجيش، لانه حس طبعا ان في ظلم وفساد موجود ما زال يعني، بل اكتر. وكانوا هيسلموا لنا على الطوب الاحمر، يعني كانوا ناويين يسلموا مصر زي العراق كده، وعايزين يعملوا كده في سوريا، وبيعملوا كده في اليمن وليبيا وتونس. ال نايس ايه يعني، انا مش عارف اللي ناقص، خدت بالك احنا قاعدين في سحابه سودة، انما باذن الله وكرم من عند ربنا هتبقى السماء صافيه وهتبقى زرقاء تاني وكل حاجه، لان البلد دي بلد امن وامان فعلا، والسعوديه بلد امن وامان، امارات، الناس اللي البحرين، الناس اللي هي بتساعد ان يبقى الجو لطيف والدنيا بتحب بعض. فنعمل ايه، هنحط ايدينا في ايدين بعض، والصبر على كل شيء الى ان تنكشح الغمه دي وكل واحد يعني ياخد نصيبه يعني. انا بشكركم.